الخطة المهمة دي. أهلك ما يعرفوش إنك أنت بتحارب؟ أهلي بقى راحوا يسألوا، ما فيش خالص. وسبت الجامعة طبعا، ده أكيد أثر على الدراسة ولا إيه؟ هو أثر على الدراسة لما رجعت بقى، لأنه احنا في واحنا في 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 55 يوم دول طبعا الواحد اتعلم فيهم حاجات، ما أكيد تجربة مهمة. يوم بتنام في زريبة خنازير، يوم جنبك، انا اكره الخنافس جدا، بقى يجي جنبي الخنفسه كده اعمل كده، يعني حاجه خلاص عودت على انام في حقل. وتلاقي بس قتلت عساكر بقى وكده وعملت عمليات فدائية؟ لا، ما احنا كنا قاعدين نشوف الابرار الجوي كم بتاع ضربنا عليهم النار. كنت بتحب جمال عبد الناصر؟ كان حاجه بالنسبه لنا خيال كبير، كنا بنحبه جدا. دخلت كلية الهندسة بناء على رغبتك ولا رغبة والدك؟ لا، رغبتي انا شخصيا عايز اخش هندسه القاهره قسم ميكانيكا. واشتغلت مهندس. اول تعيين ليا كان بقرار جمهوري، ايوه قرار جمهوري من عبد الناصر، يعين السيد المهندس فاروق توفيق صالح مبارك مهندسا بالمصالح الحربيه لمدة 2 سنة قابلة للامتداد مدن أخرى مماثلة. دي شهادتي. وأظن وصلت لغاية عبد وكيل الناصر. وزارة، أظن أنت اترقيت لغاية وكيل وزارة. بعد بقى اتنقلت من مصانع حربية وعشان أسيب المصانع الحربية كان لازم أسيبها، الفن كان كني بقى. بس ما اعرفش، انا كنت يعني اظنك مره كنت بتحكي لي انك انت كنت بتساعد والدك في المصاريف، كنت بترسم لوحات وتبيعها عشان خاطر تساعد والدك. لا، مش عشان اساعده انا، وانا في الاول كان عندي مجانية التعليم. ايوه، عشان كنت داخل تصور، انا كنت جايب 81.75 وهندسة القاهرة بتاخد 58 مجموع، فكنت واخد انا مجانية التعليم. فلما سقت شالت مجانية التعليم، فقلت هكلفه ليه؟ فبقيت انا بقى برسم كويس وبرسم لوح كويسه واحبر كويس جدا، بقيت اعمل كده للطلبه واخد فلوس.